انا اشوفك ابوك من كان مكانك يعني من كان ولي عهد قبل ما يصير ملك شنو كان يسوي وشنو كان يقدم؟ دعك سعيدين مقابل ان ان المول عمليات يعني نصد الشيعة ان انهم ياخذون الرمادي قلت له على شو تنطون؟ قال نعطيكم فلوس اشتري سلاح قال نعطيكم فلوس اشتري سلاح بها وقاتلوهم قال احنا قلت انتم ساعدتوا قال احنا ساعدنا اكثر من 72 واحد من شيوخ ووجهاء وسياسيين وغيره لا لا لحظة ترى هي من تقول لك اجهزك باسلحة مو غاية تقتل ابن بلدك اللي توجه الديني يختلف عنك لا سامح الله بس تقول لك انا اجهزك وادربك وادعمك حتى خاف يوم من الايام يحاول يحتل بلدك تكون انت على هبة الاستعداد وتعرف بايش تواجهه وبالمناسبة هاي مو بس ويانا السعودية تسويها وانما ويا كل الدول العربية وخصوصا الدولة الفلسطينية اللي بس واحد يندق بيها استخر كل إمكانيات المملكة وتخليها بيد القيادة الفلسطينية بس أهم شيء ما يكون عندها التزام يمنعها عن قيامها بواجبها أن هناك حاليا قوة اسمها المملكة العربية السعودية قادرة على اتخاذ قرارات مثل إعلان حرب أو إعلان سلم بدون الرجوع إلى القوى العالمية بدون الاستئذان من الأمم المتحدة نحن نستطيع تجهيز يعني انتحاريين نستطيع يعني تجهيز مليون سعودي في خلال ربع ساعة أنا أستطيع أجهز لك مليون سعودي كلهم يريدون الجنة صح 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 وهاي يشهد لكم بيها 38 مليون عراقي مو حسولف لهم لا شافوه شوف عين 5000 مفخخ انتحاري سعودي قام بعملية في العراق تخيل فت 5000 واحد من ذول اللي فجروا أجسادهم العفنة بالعراق يتوجهون للإسرائيل إلا يخلون تل أبيب تشبه اللباس الداخلي بس هم هالمرة ملتهين ببرامج إحياء الحفلات بمناطق المملكة